هذا مقطع عن القفل، معتمد بالمقاطع اللي تكلمت فيها عن القفل. آخر مقطع حسب ما أتذكر تكلمت فيه عن القفل هو شرحنا طريقة القفل وفروعها، أو خلينا نقول أنواعها ومدارسها، عن طريقة إسبانية والطريقة الأمريكية والطرق الأخرى. الآن أبغى أتعمق في شرح القفل نفسه. طبعا لما قلنا القفل هو منع الحصان من السحب وإعطاء حق فعل واحدة أو اثنتين، والتزليق هو إعطاء الحصان حق فعله ثلاث، معناته أن حددنا الركوب الصحيح بطريقتين أساسية. سم ما شئت، أنا أسميه تزليق وقفل، أنت سمي ما شئت، لكن الفكرة نتفق عليها غصب منها واقع. الاسم ليس واقع، رأي، بينما الفكرة واقعية لا تقبل نقاش، فسمها ما شئت لكن اتفق مع الواقع الذي لا يقبل النقاش هو الفكرة. فأي شيء آخر غير الثنتين هذه يعتبر ركوب خاطئ، والركوب الخاطئ ليس طريقة زي ما قلنا. الفرق بين طريقة وبين ركوب خاطئ، بما أن خطأ أو طريقة أصلا، الخطأ ما يتميز أي واحد يسويه. عشان يكون طريقة خلينا نقول في الخيل لابد تكون صح، ولو شو الفائدة أن يسوي شيء خطأ ويسميه طريقة؟ ما بطريقة خاطئة، الخطأ ليس طريقة. إذا ما كنت تطبق الشيء اللي تكلمت عنه في القفل، وما كنت تطبق الشيء اللي تكلمت عنه في التزليج، إذا ركوبك خطأ كطريقة، مو موهبتك، مو باستعدادك، مو بخبرتك، مو بأنت كشخص، طريقتك خاطئة. صرف النظر عن من أنت، طريقتك خاطئة. بالفعل ما تركب باللي أنا سميته قفل، بالفعل ما تركب باللي أنا سميته تزليج، إذا أنت خطأ. لا يقبل النقاش. ليش خطأ؟ طبعاً وضحناه بدعواهيات، لأنك ما يمكن تجيب لي شيء ثالث يعتبر طريقة. يعني لا يمكن تقول إنك بتجيب نتائج حقين القفل الحقيقيين أو نتائج حقين التزليج الحقيقيين وبطريقة ثالثة. ما في طريقة ثالثة فيزيائية، ما في طريقة ثالثة. تكلمت عن النقطة دي واجد. يعني شو بتقول؟ وش الطريقة الثالثة اللي بتجيبها؟ أما إنك تعطيه حق فعل الثلاث أنت زلك، أو إنك تمنع من واحدة أو اثنتين. إن منع من ثلاث زي ما قلنا مستحيل، لأن عدم السحب وعدم التفضية أوتوماتيكيين، يعني متكي ما سوى شيء، معناته متكي. إذا مستحيل تمنع من ثلاث، لأن خليت يفعل الثلاث فأنت تنزلك، ومنعت من واحدة أو اثنتين فأنت تقفض. وش الطريقة الثالثة بتطلع فيها من ربطك؟ خليك من الكلام الحلو الواقع. وش هي؟ كون في شخص سماها، كون في شخص اخترعها، أو يعني خلينا نقول جددها، أو كان في شخص شرحها، معني أنا طريقتي. بالنهاية زي ما قلت، أنا التزليق طريقتك، تسمي طريقتي، أنا طريقة فطرية طبيعية. ف مين بدعوة اخترع بس على كيفك؟ هي طرق جاية من الخيل. الثالث مو جبته، ممكن جبته وصريت شرحنا يعني وش الثالث. أثناء التشنيع، أثناء القوش، أثناء تغيير اتجاه، أثناء الكع، أثناء الفز، أثناء الانطلاق، فرس، حصان، عصير، كج، يفعل الثلاث. جيب شخص ما له علاقة بالخيل بيجي يتفرج، صار ما سحب أو غضب أو تكى، لا نعم، صنع التسمية الفكرة، يحرك رقبته قدام أو تحت أو فوق، رجع رقبته أو ثبت رقبته، اللي سحب إعطاء تذكي، ما أسميه أنا سحب إعطاء تذكي، أعطيت حق فعل ثلاث، انزلك، منعت من واحدة ولا ثنتين، أنت تكفر، غير كذا أنت خطأ. ليش خطأ؟ لأن الخطأ ما يسوي صوت الصح، معناته ركوبك خطأ وتدين إنك ما سويت صوتهم، إن سويت صوتهم فأنت منهم، يعني إنك تكفر يعني تزلك، بس ما تبغى تعترف. جبت واحد بالفعل سوى اصواتهم يجيب نتيجتهم، لانه انا ما اركب طريقتهم، معناتها انه يدعي عشان ما يبغى يعترف انه يركب طريقتهم، ما يبغى يعترف انه يقفل، او ما يبغى يعترف انه يزلك، ما يحتاج يعترف. بس الواقع اني طبعا هذا ما يحصل الشيء هذا، لكن انه حصل الواقع انك تزلك او تقفل. ما في صح غير التزليق والقفل، اي شيء اخر خطا، والخطا ليس طريقه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه مرتبطه بالقفل، نبغى نتكلم بالقفل. القفل بما ان قلنا سائله أساسين ما عندي تفرعون، اللي هم بس أعطني أو بس فض، أقرب للطريقة الأمريكية أو فرض المكسيكية حاليا، وفضتك أكبر مثال لها الطريقة الإسبانية. لكن هذا ما يعني لها مدارس أخرى. ممكن يجيك واحد يقول لك يا أخي أنا ما أركب طريقة إسبانية، ما أركب طريقة مكسيكية، ما أركب طريقة أمريكية، أنا عربي ولد عربي. طب ما قلنا شيء، بس أنا بقول أسلوب، أنا بقول طريقة. من بكلمك عن الشخص، من بكلمك عن موهبته، من بكلمك عن استعداده، بكلمك عن الفكرة. ممكن تطبق نفس الفكرة بأسلوب آخر بأدوات أخرى، بس الفكرة واحدة. ممكن مثلا فرضا أسوي أكلتين نفس الأسلوب، أكلة شعبية مثلا عربية وأكلة مثلا أجنبية أو غربية. فرضا ممكن مثلا أسوي القهوة العربية بشكل معين، مثلا أجي أسوي القهوة مثلا التركية أو
نسكافيه واحاول اخليه يطبخ زياده زي القهوه العاديه واسوي نفس الاسلوب. فالنوع يختلف لكن فكره واحده. فما يعني الاهم تكون مضيف جبتك بطريقه امريكيه. انا كلمت عن الفكره. الفكره بالنهايه طريقه طريقه امريكيه. سمها ما شئت، سمها عربيه، سمها اللي تبغى، بس تجيب لي الفكره، فكره طريقه امريكيه. وان كنت تنكر ان طريقتك تقوم على هذه الفكره وانت خيال معناتها انها تزليج. لا يوم تزليج معناتها انك متخيل، تكون خطا. واقع ليس رأي زي ما قلنا ورانا كيا. الآن تكافل القفل أو شرح القفل. إذا قلنا الحصان يفضي تكي أو بس يفضي ومنع من السحب، معناته أنا فراغ زي ما قلنا، وهو فراغ إيجابي. منع الحصان منع إيجابي يجعله أو يضعه في فراغ إيجابي. لماذا يسمى فراغ إيجابي؟ لأن عادة بشكل عام حتى لو الحصان استغل هذا الفراغ عليك في حالة استثنائية يبقى الفراغ لك. يعني انت معطيه الفراغ بس انت متحكم بالفراغ، زي ما تقول انت حاط الحصان في فراغ معين وهذا الفراغ تحت امرك. فراغ الحصان ما تفكر تسوي فيه شيء، لكن انت متحكم بحدود الفراغ. غرفة للحصان بس انت اللي تقفلها. الغرفة للحصان بس انت تختار الغرفة بأي بيت. الغرفة للحصان بس انت تختار الغرفة بأي حي. أي دولة، أي مدينة، وهكذا. لكن لما يجي وقت الجد الغرفة له، يسوي اللي يبغاه. هذه حالة ثانية تكلم فيها بعد شوي، لكن بشكل عام أساس الفكرة أن الفراغ للحصان، ولكن اللي تحكم بهذا الفراغ انت تفضيك وتوسع على كيفك حسب دقتك حسب وضعك. فالطريقه الامريكيه او الطريقه اللي تمنع عن الحصان من التذكيه حتى الفراغ لابد بشكل او باخر يكبر عشان ما يعطي الحصان فرصه يتكي. انت منع من التذكيه. فعند تذكيه ثم عند سحب. فلما تضيق الفراغ انت تعطيه فرصه يتكي. فانت ما تبغى يتكي وتبغى يسحب حتى، فتوسع فراغك قدر المستطاع. فكل ما زاد القفل سعة كل ما صار أحسن عشان أصلا ما يتكي غصب عنك. فأنا شبه بغرفة. إنك حاط حصان بغرفة تقول أو بدوك، بدوك متحرك. هذا البدوك داخله لك. طبعا لك يا حصان غصب عني ما تسوي شيء فيه. وأنت بكفل تسوي شيء، غصب عنك بدوك له. ولكن أنت تتحكم بالبدوك. تقدر تصغره، تقدر تكبله، تقدر تشكله شكل مثلث، شكل مستطيل، شكل دائرة، شكل معين، لكن داخل البدوك للحصان. بغير اتجاهي داخل البدوك ما اقدر اسوي شيء. ابنطلق داخل البدوك ما اقدر اسوي شيء. ابشنع واقمص والعب فيك داخل البدوك ما اقدر اسوي شيء. جاء شيء فوق طاقتي، اول شيء اسوي وشو؟ استلم البدوك. الحصان لما يكون مصلوب، والقفل هو اساس فكره القفل في الصلب. الحصان لما يكون مصلوب لما يخاف خوف زاد على لزوم ايش يسوي؟ يقطع المصلب. الحصان اللي في بدوك او في باكه لو خاف خوف حقيقي ايش يسوي؟ يطلب مره انه يكسر البدوك بس الحديد او يحاول يكسره. اول شيء يحاول يسوي انه ينحاش. فمن ضمن الاشياء اللي تسويها انك ما تعطيه سبب يخليه يختار الخروج عن القفل. اذا انت تشجعه على انه يعطي ولا يتكي ولا يسحب، او في الحاله الاخرى بس يفضل يتكي يجيب شوي. لكن بشكل عام تشجعه انه ما يسحب عن طريق انك تعطيه فراغ. وتضبط هذا الفراغ وتحسنه. وعند البدوك تحسن البدوك بحيث انه ما يضطر يطلع. اثنين ما تعطيه السبب انه يخليه يطلع. يعني يضبط له البدوك بحيث انه يحب البدوك فما يختار انه يطلع. اثنين لا تحط له شيء في البدوك يخليه يضطر انه يطلع، شيء مخيف او اللي هو. اذا ضبط الفراغ والقفله نفس الوقت تفادى الاشياء اللي تخلي الحصان يطلع من القفله او يكره القفله، لانه سيكره القفله وسيطلع من القفله. من وقت الجد يبقى القفله بطبيعته ومشي لك في الوقت الطبيعي، لما يجي وقت الجد قويلك. فحاول قدر المستطاع انك تتفاداها على الاقل، لاني ما يفهم القفل لاني ما اعرف لانه. هذه نقطة مهمة ثانية. النقطة الثالثة مهمة وهي أساسية لا نقاش فيها. القفل تدريب. أي شخص يعرف القفل يعني حقيقة يعرفه. القفل تدريب، يعني مثلا أنت عندك طريقة قفل، شخص متقن طريقة معينة. ما تجيب ربع الطريقة في أول يوم أو ثاني يوم أو حتى أول أسبوع. تجيبها لما يتدرب الحصان لما يجهز. ما تجيب حصان من البر تصلبه. ما تجيب حصان من البر تحط بدوك أنت هنا يكسر الدنيا، لا تدريجيا. تقعد ثم تعلم ثم تعلم البشر ثم تاكله ثم تعطيه ثم تدخل بدوك ثم تصغر البدوك ثم تدخل بعك ثم تصلبه بخيط تروح. فالقفل عباره عن عمليه تبغى وقت. مع الوقت هذه العمليه تؤدي الى ان الحصان يتقبل المنع الايجابي ويقبل فراغ بسيط جدا ويفعل جميع ما يريده في هذا الفراغ. فلا تتوقع ان تدفع حصان اول يوم. مو بس انه خطا، اصلا مستحيل. القفل هو منع الحصان من السحب، صح؟ ما كنت تمنع الحصان من السحب اول يوم، منعته من السحب يسحب غصب عنك. حتى لو حاولت فشلت. مو بس انه خطا، اصلا ستفشل. الفكره انك تمنع الحصان من السحب، صح؟ لما تمنع الحصان اللي انت راكبه اول يوم من السحب يسحب غصب عنك، سحب. ما استفدنا شيء، معناته ما قفلت.
لان صنعتي الخاص لما يجي وقت الجد سهل غصب، ما بالك بالصنعه اللي فاي عباره عن عمليه عن عمليه تبغى لود او تبغى يعني تدريج. طبعا طريقه اسبانيا نفس الفكره، خلينا نقول منع من السحب واعطاء حق التثبيت والتذكير، بس انا احب اشبهها بحبل. اذا قلنا هناك مدوق متحرك او غرفه متحركه، خلينا نشبه الطريقه الاسبانيه واللي فرض التثبيت والتذكير عندما نسميها الطريقه الاسبانيه، لان الطريقه الاسبانيه اقوى مثل لها، والطريقه الامريكيه اقوى مثل الطريقه الاخرى. الحبل وش الفرق بينه وبين الغرفه او بينه وبين بدوق متحرك؟ تخيل ان عندك بدوق متحرك حبل، عندما موديك مواسير خلينا نعتبرها حبل 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 حبل، مش لكن بدوق متحرك لكنه حبل. الفرق بين البدوق العادي والحبل انه الحصان تلقاه كل شيء لما تجي قبل تكي على الحبل او لامس الحبل او عاض الحبل ولا يتجرع على الحبل، مو حديد، فيخلون الحصان يتكي ايضا. نعم من السحب لكن اعطوه حق التفضيه والتتكي، فيضيقون القفله، صغر البدوق، لكن كبر هنا مصغر، ما عاد عقب التذكير الا سحب صار مصغر. فنفس الفكره لكن الحصان من حقه يدف البدوق، يمين حقه يدف البدوق السحب. تطبق معي نفس الافكار اللي قلناها في الطريقه الاولى، اللي هي اول شيء لابد تضبط البدوك انك اصلا فاضي متكي حتى هنا، ما عاد بقى الا سحب، اي خطا ترى بيخليه يسحب، لكن في الطريقه هذه ينطلق اكثر منك. لما يجي وقت الجد هنا ينطلق بقوه لانه متكي ما عاد بقى الا السحب، بينما هناك باقي تذكيه ثم سحب، طبعا مره ينطلق عن طريق التذكيه بسرعه رد، لكن هنا متكي ما عاد بقى الا سحب، فدائما ينطلق. لكن تعرف الطريقه الاسبانيه دائما اصلا ينطلق مستحيل يرد، هو زي الطريقه الامريكيه، الطريقه الامريكيه حتى لما ينطلق ينطلق بقبص، بينما هنا ينطلق هج، حط رجله فيك لو بغى ينطلق. لك حتى لما يشنع يلعب فيه، ما تلاحظ في الطريقه الاسبانيه، مثل الاسبانيه يلعب على قدام، يشنع يمشي قدام، ما ادري وقف، مجرد ان الحصان يشنع فيك يمشي قدام عشان ترده لو بغى، يعني يروح لفراسه ويروح شيك، فهذا له علاقه. فتحتاج تضبط البدوك اكثر من الطريقه الامريكيه، لوحده تزبرك البدوك بحيث انك تضبط القفله صح في جميع الاتجاهات. اثنين، ما تعطيه اسباب تخليه يطلع من القفله حتى اكثر من الطريقه الامريكيه، انت اولى بالشيء ده من الطريقه الامريكيه، لانك زي ما قلنا ما عاد بقى الا السحب، حتى معطيه حق التذكيه ما عاد بقى الا السحب. طبعا في نقطة مهمة، لما ما عاد بقى الا السحب هم كلهم مانعين من السحب. هنا قلنا اثنين بما انهم خيالة، لو سحب بيزلق، لو سحب شو تسوي؟ بيزلق. اول شيء هذه الحجة الأولى، انك تعترف ان لما يجي وقت الجد تطلع من طريقتك. حصان جيد تزلق، أول مرة تقعد حصان تزلق، حصانك الخاص لما يخاف تزلق. هذا اعتراف ان الطريقة مين كاملة او انها فيها نواقص فيها ثغرات فيها بلاوي. هذه واحدة. اثنين، ما يمكن تقفل ثم تصنفت عليك يا سحب تزلق. زلقت بس لا يمكن يسمي تزليق، انا ما اسمي تزليق. التزليق عباره عن عمليه كامله، زلقت لك قد ما سحب فعطاك، فجمعت قد ما عطى فتك، فتكت قد ما تك. التزليق عباره عن طريقه، ليس مجرد ان يزلق، يركب خطا يقدر يزلق. التزليق ان تزلق الحصان قد ما سحب، ومستحيل تزلق للحصان قد ما سحب اذا كان منطلق للسحب من تفضيه او من تتكي. انت كنت امره امر ان يعطيك فراغ، ما كنت معه، او كنت امره امر ان يتكي، ما كنت معه. فالتزليق لما تكه كنت معه، متكي قد ما تكه، ولما عطى كنت جامع قد ما عطى، فلما يسحب تزلق لي قد ما سحب. بينما هنا يسحب من فراغ حقيقي، ويسحب من فراغ حقيقي في التكه، كيف تزلق له؟ اول شيء زلقت وانت ما تبغى تزلق، يعني زلقت غصب عنك، هذا يحصل مسك عليك. اثنين، تزليق خطا متكلف، زلقت لاقل وزلقت زياده، يعني ان العمليه ما راح تعطيك نفس النتيجه، النقطه مهمه جدا. لكن بالنهايه طبعا تزلق انك ما تبغى تمنع، ما تبغى تعسر، لكن ما يسمى تزليق، يسمى لعب بزنان، لكن سميته ترقيع عيوب القفل بالتزليق. لماذا يسمى ترقيع؟ ترقيع لانك عندك عيب اعترفت فيه. حصان جيد ما يتقبل القفل، حصانك الخاص لما يخاف ما يتقبل القفل، حصان العسيف ما يتقبل القفل، بعض الانتماء ما تتقبل القفل، انت اعترفت هذا عيب، العيب يحتاج ترقيع، ولا ترقيع لها الا بالتزليق. الطريقه الوحيده اللي ترقع التزليق، انها هي الطريقه الوحيده اللي حلت المشاكل عليك، هو ترقيع عيوب القفل بالتزليق. لكن هل عندك زلك؟ لا ما زلك طبعا. اللي يزلك ما يعرف يسوي شيء ثاني. لا شعوريا، لا خاصه لما صار يخاف يرتبك، مستحيل يسوي شيء غير التزليق، لانه يزلك لا شعوريا عصبيا، ما يزلق بمخه، يزلق باعصابه. كونك تتوقع انك بتزلق متى ما تبغى وتقف متى ما تبغى، انت معناته انك ما تدري شو القفل ولا تدري شو التزليق اصلا. هذه نقطه مهمه جدا. اذا نمنعه من السحب ونعطيه حق التفضيه او التذكيه حسب الطريقه، ونضبط الفراغ عن طريق تضبيط القفله، ونتفادى الاسباب اللي تخليه يطلع من القفله، ومع الوقت الحصان يتقبل، لما يصل لمرحله يتقبل القفل بقمه خلينا نقول ميزاته، مثلا يصل لمرحله انه نمر ضيقه مره ونمر قصيره مره يتقبلها. زي ما قلنا ممكن الحصان يمشي
بس دام عنده فراغ ما عنده مشكلة. أصلا ما ترقبته عندك يستمر يسحب. مي بالدعوة طول قصر، الدعوة أن الفراغ له، يعني الفراغ له ما يحتاج يسحب. عشان زي ما قلت لما قلت الطريقة الفرنسية ميزتها أنها تخلي الحصان يفضي ويحط كلمة تكي مع أنه مقوس. وصعب جدا أن تخلي الحصان بس يفضي وفوق كذا مقوس. الطريقة الأمريكية من أهم أسباب التفضية فيها أن الحصان ما ترقبته أصلا. لكن حتى لو ما يقوس يقوس على تحت، لكن لما تقول الحصان خض رقبتك مرة عطني إياها، بس وقت ما تكى قمة الخيانة، يبغاك مرة تكون دقيق والحصان يتكي. هذه النقطة. الآن يجي موضوع تسكير للأطراف أو تسكير الجهات